ولا مقدرات وطن ولا شغلها اي شيء. طيب معايا تليفون الكابتن محمود الحريفه. كابتن محمود، كابتن محمود، طيب حاولوا لي معاه لانه عنده مشكله. ده شاب مصري ونموذج للشباب المصريين اللي بيصروا على النجاح واللي لديهم اصرار جميل ونفسه يعمل حاجه، لكن برضه في روتين في بعض الاحيان بيقف امام طموحات الشباب. خلينا نكون منصفين، زي ما بنقول احنا محتاجين نقف بجوار الحكومه، محتاجين الحكومه. طيب كابتن محمود الحريف، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. قول لي بسرعه يا كابتن محمود، انت كلمتني وقلت لي فيه مشكله، ومشكله خاصه بيك انت نجم مصر في فريق الشباب. ربنا يخليك. سامعك، اتفضل بسرعه يا ريت. طب والله يا استاذ حكيم، يعني انا في البدايه طبعا انا طالب في الجامعه العماليه في طنطا. تمام. وطبعا كان في حاجه، طبعا في روتين طبعا مطبق، في روتين مطبقينه طبعا من وزاره التعليم، اللي ممنوع الطالب يسافر اثناء الدراسه. انا طبعا لازم اطلع في الفتره ديت عشان في مرتبط بالبيت بره في السودان. ده عقد مع المريخ. مصلحه ليا وشيء طبعا انا بس عانوا بقالي فتره، وده شيء يعني بيفيد المنتخب بالظبط. يعني طبعا انت عارف ده شيء كويس ليا جدا، وانا كنت بسعى يعني من شهر 5، تخيل يا استاذ عبد الحكيم، يعني في الموضوع ده يعني قعدت 3 شهور عشان اطلع بيان الكذب اللي انا بطلع بيه تسريح الصفر. فالروتين مش عارف ليه مصعبين، يعني انا دلوقتي مش عارف ان كنت اخاطب الجامعه، اخاطب التعليم العالي ان هو يقف جنبي ويساعدني، يعني مش عارف طبعا اخاطب. عقدك جاهز مع المريخ؟ عقدك جاهز؟ لا طبعا، هو هيتم التوقيع الرسمي ان شاء الله في اول الكذب اللي هو طبعا في نص شهر 11. تمام. هي العقبه ان مش عايزين يدولك، مش عايزين يوافقوا لان ممنوع الطلبه يسافروا اثناء الدراسه. بالفعل يا استاذ حكيم، بالفعل. طيب استاذنك يعني ما تفصلش، ومعاك الاستاذ رضوان ابو العيد رئيس تحرير البرنامج والزميل صلاح عبد الله، هياخدوا منك بعد اذنك بعض الموضوعات. طيب وانا هكلمك بعد اذنك، لان انا يهمني نتبنى الشباب ونشوف الشباب اللي لديه الاصرار والعزيمه. احنا بنشكرك كابتن حريفه، وخلينا نروح